هو بالنسبه للسوق، السوق بتاع السيارات اللي هو المستعمل، السوق ثابت لحد دلوقتي، مفيش اي تغييرات. وبالنسبه للبيع والشراء، البيع والشراء طبعا بقى بعد الكلام ده البيع والشراء هيكون تقيل شويه، بس ما مفيش اي وضع من الاوضاع اللي هو ممكن الاسعار تنزل. فلحد دلوقتي احنا ماشيين زي ما احنا، يعني ما غيرناش في اسعارنا. والله هي الحركه يعني بطيئه شويه، بس المشكله ان احنا عايزين حد من المسؤولين ان هو يقول اسعار العربيات، الاسعار اللي هتنزل، عايزين كشف بالعربيات اللي هتنزل، لان ربكه التجار وربكه الزباين اللي هتنزل، لان ما حدش عارف ايه اللي هينزل وايه اللي مش هينزل. يعني كانوا بيقولوا العربيات هتنزل اول السنه، بالعكس عربيات شوفرليه واوبترا والفيرنا زادت بعد التعرفة الجمركية، زادت 7000 و8000 جنيه. فدلوقتي ولا حد عارف ينزل يشتري ولا حد عارف يبيع. هو لسه ما فيش بيع ولا شراء لغاية دلوقتي، كل الناس بتتفرج وكل السوق مضطرب زي ما انتم شايفين كده. بس اللي هو المفروض المستعمل ما فيهوش في الكلام ده، يعني المستعمل سوق الزيرو. طب انتوا اتكلموا في الاسعار الزيرو او نزلوا في الجريده الرسميه ان الاسعار نزلت قد كده او او او، انما الناس كلها بتسمع وما فيش حد فاهم حاجه. والله النهارده سوق يعني واقف خالص، مفيش حركه، مفيش بيع، مفيش شراء، محدش، يعني كله مغلف. الاسعار غاليه، مفيش شراء، مفيش بيع. هتلاقي العمليه يعني زي ما انت شايف كده، عربيات كتيره اهيت، مفيش حد بيشتري عربيات، مفيش حد بيجيب اي حاجه. المفروض يعني هم ينزلوا لنا شويه الاسعار، الجمارك دي تفتح تنزل اسعار العربيات دي. الاسعار كلها زي ما هي ثابته، ليه؟ مش هينفع ان انا اكون شاري عربيه ب 100000 مثلا وابيعها ب 75 عشان خاطر الاسعار الجديد نزلت، تمام؟ ده كده بالنسبه للعامه، مش لواحد بس او لفصيل واحد بس في بالنسبه للسوق السيارات. لا، مفيش حركه بيع وشراء. السوق زي ما انت شايف ركود فوق ما تتخيل، يعني ما من شهر 9، من ساعه ما قالوا الجمارك وقالوا الزيرو وبتاع، حتى ما طلعش حد من الحكومه في بيان رسمي ان العربيات نزلت عشان خاطر نشتري رخيص او نبيع بالسعر اللي احنا شاريين بيه. ما حدش بيفيدنا بحاجه، ما حدش قال لنا حاجه، يعني احنا سايبيننا كده عايمين هنا، ما احناش عارفين نعمل ايه بالظبط.